السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم هو The Present Continuous. سيكون هذا الدرس شاملا وسنقدم لكم فيه معلومات إضافية قد لا تجدونها في الشروحات الأخرى على اليوتيوب. أولا، ما هو Present Continuous؟ The Present Continuous أو The Present Progressive هو المضارع المستمر أو الحاضر المستمر. يستعمل المضارع المستمر للتحدث عن حدث يحصل الآن، ويسمى مستمرا لأن الحدث يدوم مدة معينة. مثال: أتعلم قواعد اللغة الإنجليزية الآن. فعل التعلم يحدث في هذه اللحظة وهو مستمر. للمضارع المستمر استعمالات أخرى لكنها غير شائعة ولا تهمنا في هذا الدرس. والآن لنتعرف على بنية المضارع المستمر بشكل مفصل وسهل جدا. ركزوا معي على الأفعال المكتوبة باللونين الأزرق والأصفر. أنصتوا جيدا وحاولوا التعرف على أوجه التشابه بين بنيات الأفعال في هذه الأمثلة. I am studying now. I'm studying now. You are smiling. You're smiling. He is screaming. He's screaming. She is cooking. She's cooking. It is barking right now. It's barking right now. We are running. We're running. You are watching TV now. You're watching TV now. They are discussing their project. They're discussing their project. كما لاحظنا في الأمثلة السابقة فإن صياغة المضارع المستمر بسيطة وسهلة جدا. أولا نحتاج الفعل المساعد وهو the verb to be في صيغه الثلاث am, is, are، ثم نضيف الفعل في آخره ing. من الضروري إضافة ing لجعل الفعل متحركا ليكتسب صفة الاستمرار. مثال: I am studying now or I'm studying now. وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة المختصرة I'm أو الصيغة الكاملة I am سيان أي معناهما واحد. تضاف الكلمات التالية لتحديد زمن وقوع الحدث لكنها ليست ضرورية: at the moment, now, right now، وكلها في اللغة العربية تعني الآن أو في هذه اللحظة. والآن لنتعرف على بنية المضارع المستمر في صيغة النفي negative form. ركزوا جيدا على بنية الأفعال في هذه الأمثلة. I am not kidding. I'm not kidding. You are not wasting time. You aren't wasting time. He is not laughing. He isn't laughing. She is not reading a book. She isn't reading a book. It is not working at the moment. It isn't working at the moment. We are not looking for him. We aren't looking for him. You are not paying attention. You aren't paying attention. They are not studying French. They aren't studying French. كما لاحظنا في الأمثلة السابقة فإننا نضيف not بعد فعل الكينونة ثم نضيف الفعل زائد ing لنحصل على صيغة النفي في المضارع المستمر. مثال: They are not waiting for you. Or they aren't waiting for you.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن are not و aren't سيان، أي معناهما واحد. والآن لنتعرف على بنية الأفعال التي تنتهي بالحرف E، مثل write، prepare، engage. تذكر أن تحذف الحرف E في آخر الفعل قبل أن تضيف ing، لتصير write، writing، prepare، preparing، engage، engaging. مثال: I am writing a letter to my cousin right now. تذكر أنه لا تصح الجملة بدون استعمال فعل الكينون أولا. فإذا قلنا I writing a letter to my cousin right now فهي جملة خاطئة، فلا بد من إضافة فعل الكينون أولا ثم نضيف ing في آخر الفعل. هنا لدينا أفعال نضاعف حرفها الأخير، مثل clap، plan، sit. تذكر أن تضاعف الحرف الأخير في الفعل قبل أن تضيف ing، لتصير clap، clapping، plan، planning، sit، sitting. مثال: My grandfather is sitting on his cozy couch. ولكن هناك استثناء، فبعض الأفعال مثل visit، budget، edit لا تنطبق عليها هذه القاعدة، فقط نضيف ing في نهاية الفعل لتصير edit، editing، budget، budgeting، visit، visiting. والآن لننتقل إلى طريقة طرح السؤال باستعمال المضارع المستمر. أنصتوا جيدا وركزوا على مكان الفعلين في الأسئلة وكذلك طريقة الإجابة. Am I teaching English? Yes, you are. No, you aren't. Are you listening to me? Yes, I am. No, I'm not. Is he writing an article? Yes, he is. No, he isn't. Is she chatting again? Yes, she is. No, she isn't. Is it working? Yes, it is. No, it isn't. Are we going there? Yes, you are. No, you aren't. Are you coming tomorrow? Yes, we are. No, we aren't. Are they looking at us? Yes, they are. No, they aren't. هنا كما تلاحظون فإننا دائما نبدأ باستعمال the verb to be ثم نضيف له الفاعل ثم نضيف الفعل زائد ing، وبهذه الطريقة نطرح السؤال باستعمال the present continuous. ونجيب باختصار باستعمال yes أو no، وهو ما يسمى ب short answers، positive answers، negative answers. هنا لدينا سبع جمل، في كل جملة مجموعة من الاختيارات، اختاروا الجواب الصحيح لإتمام الجمل.
والآن انظروا إلى هذه الصورة واكتبوا أكبر عدد من الجمل باستعمال المضارع المستمر. على سبيل المثال، هنا نرى كلبا يلاحق قطا. The dog. بما أنه مفرد فإننا نقول is chasing the cat. قوموا بإيقاف الفيديو واكتبوا أكبر عدد من الجمل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.